مبروك. ست رايا، ست رايا عبد الموجود تعالى، سايبكم من صباحيه ربنا، لا حاجه اتعملت ولا حاجه خلصت. ايه حاسبي؟ تعالى يا اخويا تعالى، تعالى نطلع فوق. فوق فين؟ ايه اللي فوق فين؟ تعالى ريح فوق. اطلع اطلع، مالك في ايه؟ يو ما تطلع، مالك عامل كده؟ بالظبط، تعبان عليا في الروحه والجايه، وقفتك في ناحيه الشمس، انت دماغك اتقورت يا راجل. يا اهلا يا اهلا. ما تهم كده، امال فين عفيفك امال؟ يا اهلا يا اهلا، تعالى يا اخويا خش تعالى. ما تخش يا اخوي، خش خش، ما تخافش خش. انا عايزاك تدوق طبيخ، اقعد كده وريح كل. يا اهلا وسهلا، والنبي ده انا صعبان عليا وقفتك كده طول النهار، شقف شقف. عجبك طبيخي؟ تسلم ايديك يا ست الكل. كل يا اخويا كل، واشبع واملى بطنك، في تاني. ربنا يخليكي يا كريمه يا اصيله. بص يا عبد الموجود، أنا يا أخويا عايزاك تخلي بالك وتفتح عينيك لأي حاجة تحصل تخصنا في الكركون، أصل إحنا عدونا كتير والوغش أكتر. أي حد يقدم بلاغ تقول ده كد كد، ده ناس بترمي بلاها وجدتها على النسوان الوحدانية. تاني هقول لهم دول أشرف ناس، والستات اللي بتروح لهم في منتهى الأدب. لا لا، أنت مالكش دعوة بالنسوان اللي عندنا خالص، أصل دول يعني حبايبنا، وبيطلعوا عندنا كده شوية وبيمشوا على طول. بس حبايبي كتير قوي يا ست رايا، كتر قوي. حلوين يا عبد الموجود؟ هم حلوين بعقل، دول طياروا النافوخ. انت متجوز يا عبد الموجود؟ ايه؟ ومراتك فين؟ نقصد يعني هي عايشه وياك هنا؟ لا، في البلد. حلو يا عبد الموجود. دي غولي، تيجي ايه جنب النسوان اللي حبايبك يا ست رايا؟ بلك انت لو شديت نفسك معانا كده واشتغلت معانا حلو، اني هنمنجهك وهنجوزك واحده منهم. طب هو ما ينفعش اتجوزك انت يا ست رايا؟ الله يخرب بيتك، ده انا متجوزه ضرف الباب لو عرف ياكلك. طب هو فين؟ انا ما شفتش حد لا معاكي ولا مع الست سكين. نصيبنا جوازاتنا مسافرين. يخرب بيوتهم، بحد يسيب القشطه دي هنا ويسافر ويهج بره؟ تاني لو مكانهم كنت هنبدلكم هنا. انت ايه شبعت ولا ايه؟ لا لسه، هو اللي يقعد معاكم يشبع ابدا. طب كل 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 اخويا، كل كل. لو احتجت اي حاجه ما تنكسفش يا عبد الموجود. ربنا يجعله عمل يا معلمي ويديم المحبه. مع ألف سلامة يا خود، ما تنساش بقى اللي وصيتك عليه. اطمني وحطي في بطنك بطيخة صيف. ما انحرمش مني، تسلم لي يا عبد. خرب بيتك، بقى الجعر ده هو اللي دخل مزاجك؟ ما الرجالة قدامك يشرحوا القلب. هو أنت يا بنت مخك على طول شاطح كده؟ أمال كان عندك فوق بيعمل إيه؟ أنا يا أختي كنت بنزغطوه ونزرفوه باللي فيه القسمة. وعلى ايه ده كله؟ مش عسكري الحتة يا بيت، ولو فتح حنكه بكلمة الكراكون كله هيتقلب عندنا هنا. واتفقتي معاه؟ أيوه عليكي، أنت مش شايفة خارج مدهول من كتر الأكل. أتاريه المنيل على عينه خارج وكرشه قد كده أهو. هو أنا كنت عاوزاكي ليه؟ أيوه افتكرت. إحنا يا أختي مش هنسحبه الولية نازلة على هنا. ده الزباين زهقوا من الوشوش اللي عندنا. أنا بس قلقي من مخفي عرابي ده، لو رجع وشافها هيعمل لنا مصايب بسبب. هو فين عرابي؟ ده من ساعة ما سافر يا اختي لحس ولا خبر. ولا التاني راخر حسب الله، اللي بقاله شهر وجمعتين لا بعت مرسل ولا بعت حاجة. تلاقي يا اختي عينه زاغت على واحدة من خواجات اللي هناك. خواجات ايه يا موقوسة؟ ده حرب، هي في ناس بتروح الحرب؟ طب هي مكفوفة دي ولا ايه؟ خلاص يا اختي خلينا في الجد. هتسحبي الولية نازلة؟ هنسحبها.
واني هنسيبها. انا بس مستنيه اما تجيلي برجليها نفتحوا معاها سيره القصه دي والقصه التانيه. مبروك. والله توحشنا يا ابراهيم افندي. انا زعلان قوي انك سايبنا ومنقول. وانا منقول فين يا فندم؟ ده انا جنب كلامك وكركون اللبان مش بعيد. بكره تقول حقي برقبتي. انت منقول لمنطقه اعوذ بالله منها. قصدي جنابك يعني عشان بيوت السريه اللي فيها. هي بيوت سريه وبس؟ ده كلها واغش وقواضين وبلطجيه. يعني شقه، يعني طول الوقت هتفضل مشغول بمشاكلها. ناهيك بقى عن العواطليه اللي ملهمش شغلانه غير الخناق كل دقيقه. الله يطمن جنابك يا فندم، احنا نصيبنا بقى. ابراهيم انت هتفضل اخويا الصغير، لو احتجت لاي حاجه اطلبني فورا. مفهوم يا حضرة الوزباشي؟ تمام جنابك. ايه ده يا واد عبد الموجود؟ واقف تعفر دخان عين عينك في الطريق العام وانت في الميري؟ لا مؤاخذة يا شاويش، اعمل ايه بس؟ من وجع القلب اللي احنا فيه. وجع قلب؟ مش باين عليك يعني؟ لا انت حتى ما شاء الله الدم يبج من وشك والقشه معدن. ما شاء الله يا شاويش ما شاء الله. انا يا اخويا ما شاء الله، ما تعطيني مما اعطاك الله. اتفضل يا شاويش عفر. ايه دي؟ علبة سجاير بزيه؟ اتفضل اتفضل يا شاويش. يدوم. اصلا سمعت المعاون الجديد ابراهيم باش ناوي ينجلك، فانا قلت اجي اشوفك. مبسوط هني ولا ننفذ القرار؟ لا يا شاويش، لو النبي انا مبسوط هنا قوي، وحياة الميتين لك لا تقول لهم يثبتوني. يا دي يا دي عبد الموجود، ده انت متشحتف قوي. مدام يا اخويا انت مبسوط هني، ابسطنا معاك احنا كمان واحنا نثبتوك. ايه اللي ابسطك ده؟ اني ابسطك على الاخر. انا راح اقول للجماعه ويومين ثلاثه بس انت اصبر علي وانا ابسطك على الاخر. اقعدي بالعافيه يا معلمه. ايه يا خضوره، هو كان جرى ايه؟ ده احنا لسه في اول الليل والزباين هيبتدوا يهل. معلش يا معلمه، سماح النهارده، اصل جوزي زمانه راجع من شغل. اللي هو ما يعرفش انك بتشتغلي؟ اني مفهماه اننا بنشتغل في بيت جماعه خواجات، وان اتفقت معاهم ان احنا نرجعه قبل الليل ما يمسي، وكمان عشان الحق اجيب حاجه للعيال يتعشوا بيها. طب والزباين اللي جايين دول مين هيعمل لهم العشاء؟ البركه فيك يا معلمه سكينه انت والمعلمه ريا، هم هيلاقوا احسن منكم فين. اتمسوا بالخير. يسعد مساك يا خضور. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك يا عبد الموجود. كنت عايز في كلمتين يا ست ريا. اتكلم يا اخويا، مفيش حد غريب، يمكن مكسوف مني. ده انت الخير والبركه يا ست سكين. بس كنت عايز في كلمتين بشان الشاويش عبد المغني. ده يطلع مين الشاويش عبد المغني ده؟ روخه، ده الرئيس بتاعي في الشغل وممكن يقلني في اي واحد، وكان ناوي النهارده على النقل. منصبتي ينقلك ده ايه؟ لا لا يا عبد الموجود، ده انت الراجل بتاعنا يعني ستر وغطى علينا. ايوه يا اخويا انت ستر وغطى علينا. امال واني لولا بس اني متجوزه كنت رحت خطبتك من امك. مش امك لسه عايشه؟ لا انا امي ماتت. عندك حد عايش؟ ايوه، جوز عمتي الكبيره نفيسه. عن امك اخوي يخليهولك يا اخوي. تعالى تعالى تعالى، انا مش عايزاك تحمل هم حاجه، هو احنا نقدر نستغنوا عن ضلك؟ تعالى يا عبد الموجود تعالى تعالى، خش جوه. تعالى يا اخوي، خش 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 خش. انا عايزاك تعكمه دول وتقول له المعلمه ريا عازمك تدوق طبيخها. ده انا عمري ما اكلت ولا اكل زي طبيخك يا معلمه. ده الشاويش مخه هيتلحس. بالهنا والشفا يا اخويا، مطرح ما يسري يمر. لا هو انتوا طبخين ايه النهارده؟ لا مؤاخذه كده. ايوه، هو انت ما اتغديتش عندنا النهارده؟ والله ما انا فاكر يا معلمه. يقطعني يا اخويا، اخش اجيب لك كمال. يا عيني معلش، ما هم البوليس كده غلابه ما بيشبعوش.